قبل أكثر من 30 عاما، وعلى يد الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية، تم تحديد 14 من شهر نوفمبر يوما عالميا للسكري، يتم من خلاله التعريف بهذا المرض وزيادة الوعي لدى الأشخاص المصابين به، فضلا عن تعزيز الرعاية الصحية لديهم، كما يشجع المصابين على التعايش معه من خلال اتباع نظام غذائي صحي متكامل واتباع إرشادات الجهات الطبية المختصة. اليوم العالمي لمرض السكري يشهد سنوياً إقامة فعاليات مختلفة، منها الحملات التوعوية والفحوصات المجانية والندوات والمحاضرات التي تنتشر بنطاق واسع، إذ تسعى المؤسسات الطبية والصحية والمجتمعية من خلال هذا اليوم إلى تقديم الدعم والمساندة للمرضى المصابين بالسكري وتعريفهم بأهمية الوقاية منه. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 500 مليون شخص حول العالم مصاب بمرض السكري واستطاع أن يتعايش معه من خلال اتباع حمية صحية مستمرة، إلى جانب وفاة 6 ملايين شخص آخرين أهملوا المرض مما تسبب بمضاعفات خطيرة أدت إلى الوفاة. لبرنامج صباح كربلاء، أمير عرب.